أنا مش هكمل لنا بقية الحكاية؟ يا خبر، ولاد حلال. أيوة طبعا هكمل. أنا كنت بقرأ جزء مهم قوي في الرواية. إحنا وصلنا لفين بقى؟ لغاية لما جدوا علي طبع لك الكتاب. أيوة صح صح يا دودو، صح وصلنا لهنا. أنا بقى كنت صحفية مغمورة، اشتغلت سنين طويلة قوي قوي صحفية، بس محدش كان عارفني لحد لما الكتاب نزل. وبعدين؟ ولا قبلين، لما الكتاب نزل بقيت مشهورة قوي، والناس بقت تشاور عليا في الشارع، وبقيت اطلب في برامج في التلفزيون. هتقولولي ايه التلفزيون؟ هقولكوا جهاز كده بس اندثر خلاص. واكيد جدو علي كان فرحان. جدو علي كان مبقوق. قوللنا ليه كان مبقوق؟ قوللنا يا انا، قوللنا. والنبي قوللنا، والنبي قوللنا. حاضر هقولكوا. تعالوا في حضن، تعالوا طبعا كان فرحان، خصوصا بعد ما اشتريت جزء من الشقة اللي جنبنا وغيرت ديكورات الشقة. كل ده طبعا كان من فلوسي أنا. حاولت على قد ما أقدر ما أقصرش في شغل البيت واحتياجات علي والأولاد، وكان دايما يقولي خلي عنك يا إنجي ولا يهمك يا حبيبتي. إنجي يا ست، إنجي يا ست هانم، بقالي ساعة بنادي عليكي. في ايه يا علي؟ في ايه؟ مش شايفني؟ عندي مكالمة على الهواء على التلفزيون. في الحقيقة أنا سعيدة جدا، سعيدة إن الناس كلها عجبها كتابي وخصوصا الستات. ردي عليا يا هانم. في ايه يا علي؟ بقولك على التلفزيون على الهواء، اسكت شوية. هو التلفزيون أهم ولا جوزك؟ أنا أسفة يا هالة، أسفة قوي، معلش شوية أمور عائلية تحاكي الواقع. المشاهد يحب يعرف تأثير كتابك على حياتك الشخصية وخصوصا رد فعل جوزك. يا خبر أبيض، جوزي؟ هو أنا في زي جوزي؟ جوزي صحفي زميل، راجل متفتح، هادي الطباع جدا، وفي الحقيقة بيشجعني قوي وعايزني أكتب جزء تاني. أنا عايز الجزء التاني من الشراب ده. ايه يا علي؟ الجزء التاني من الشراب ده ابنك اخده عمله كورة شراب. انا مالي؟ بتتخانق معايا انا ليه؟ يا ستي سيبك من البرامج والتلفزيون وخليكي مع جوزك، بدل ما خلي الجزء التاني من حياتك اسود. معقول يا فندم شكل جوزك بيزعقلك؟ جوزي لا ابدا اطلاقا، ده جوز الجيران بيتخانق معاه عشان مش لاقي فردة الشراب. قلتيلي الجزء التاني. في الحقيقة أنا محتارة الجزء التاني كنت أكتبه عن إيه، لحد ما قررت أن أنا أكتبه عن الست المصرية. والحقيقة لقيت أن الست المصرية جوزها بيحترمها وبيقدرها، وجوزي علي، جوزي علي هو مثال الراجل ده. طبي هو أنت بردان ولا إيه؟ سلام يا أخوي، دمك خفيف قوي. اسمعوا، لو لا قدر الله حصل والاهل جاب جون وقعدتوا تهيصوا وترفعوا الاعلام وتعملوا الشويتين بتوعكم دول، انا هحرمكم من المصروف وهديكم بالجزمه. ده اسمه ظلم. ايوه ده ظلم، احنا في بيت ديمقراطي. بيت يا اخويا ديمقراطي؟ مين قال لك كده؟ انا عارف كده، وكل واحد من حقه يشجع الفريق اللي بيحبه بكل حريه. وبعدين اشمعنى انت معاك علم الزمالك؟ ايوه بس عمري ما رفعت ولا رقصت بيه زيكم كده من ساعه ما اتولدتوا. اوعى يالا اوعى هتطرف عينيا. احنا من ساعه ما دخلنا الدنيا واحنا على طول بنتفرج معاك على ماتشات الاهلي والزمالك، وانت عمرك ما كسبتنا ولا ماتش. ايه ده؟ الماتش بدا؟ يا خساره. كنت عايزه اتفرج على ريبورتاج عملته من كام يوم، بس مش مهم، الماتش اهم. أيوة اهم. اهلي اهلي هو. بلاش شغل الاهلاويه ده، هتقعدي تشوشري عليا لغايه ما يجي فينا جول وتاخديني توكه. يا سلام، هو انت بتلعب معاهم وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ الريبورتاج بتاعك اهم. اهلي اهلي يا ولد يا ولد يا ولد. يعني جدو علي طلع زي
زملكاوي؟ للأسف آه. وإزاي باباك يوافق يجوزك واحد زملكاوي؟ هو ما كانش موافق يا دودو، كان حيطرشق من جنابه، بس أنا السبب. كان شرطه الوحيد عشان يوافق على الجوازة إن محدش يتكلم مع العيال في الكورة ولا يلعبهم بيها غيره هو بس. آه، وقبل كتب الكتاب خلى جدكو علي يحلف على مصحف إنه مش هيتدخل في الانتماء الكروي للعيال في المستقبل. جماهير تستحق الثناء والتقدير، جماهير الزمالك. لاعبين يستحقوا الثناء والتقدير. وارجع تاني اقول مجلس اداره بخاري وخمسي، بخاري وخمسي. مش قادر اصدق الشوط التاني قرب يخلص والاهلي خسران. يا ستي احنا بنلعب لاخر لحظه. يا انجي الفرقه بتاعتنا مش فورمه خالص النهارده. طول عمركم مش فورمه يا حبيبي، وبحزنك برضه بتكسبوا. ازاي مش عارفه بيكسبوا بالتحكيم؟ لا بيكسبوا بالسحر والاعمال. يا سلام، وما كسبناش ليه النهارده؟ السحر اجازه؟ لا احنا عملنا سحر ولعبناكم سحر لسحر. الزملكاويه كسبانين بقى، هيقعدوا يرغوا، هيقعدوا يرغوا. 20 ثانيه احنا مش بنتكلم غير بعد صفاره الحكم. من امتى انتوا ما عندكوش غير الكلام؟ واحنا مش هنرد عليكم الا في الاخر خالص. احنا اصلي روحنا رياضيه قوي 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 وحلوين قوي قوي قوي. رياضيه قوي قوي وكلها حنيه. ايه ده يا شعبان، في ايه القلش ده؟ مش مستحملاك دلوقتي، اقعد لنا في حته ناشفه. كاس الزمالكاويه البيضاء، الزمالك بطل كاس. يوه حرام والله حرام، حرام لعب زهر. كأنكم عمركم ما شفتوا مكسب. الله عادي عادي يا حبيبتي عادي، الأهلي قادم. واحنا بقينا نقول كده دلوقتي علينا. ولسه في ايه يا علي؟ اقعد عشان بابا متضايق كده. طب بابا متضايق؟ طب زملكاوي زملكاوي يا زملكاوي يا حته مني يا زملكاوي. اقعد بلاش حركات العيال بتاعتك دي. يا سلام، ما انت طول عمرك كنت بتعمل حركات العيال بتاعتك دي لما كنت بتكسبه. في ايه يا علي؟ احترم نفسك وانت بتتكلم مع بابا. في ايه انتي فرحان؟ سيبونا نفرح بقى مره. ايه هو الكاس ده طالع من عينيكو؟ ده انا من ساعه ما اتجوزتك والزمالك ما كسبش مره واحده. يا نحس نحس، انا نحس يا علي؟ طب واستحملت كل ده مع النحس ليه؟ ما تطلقني. اه لو انت جدع صريح بقى طلقها، ولا جوزها واحد اهلاوي اصيل. اه بروح جوزها ايفونه. طلقها طلقها وهجوزك واحده زملكاويه اصيله. بقى كده يا جوجو؟ بقول لك طلقني يا علي طلقني. طب روحي وانت طالع يا انجي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، ده ما كانش ماتش. طلقتني؟ طلقتني يا علي؟ مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة يا مصيبتي. ايه ده؟ انت دخلت هنا امتى وازاي؟ لسه حالا. كده من غير اذن؟ ما انا خبطت وانت اللي قلت لي ادخل. ودخلت؟ لا. لا يعني انا وانا بتكلم انت كنت موجود وسمعت الرنجه و... لا شكل الواحد كده عقله ما بقاش فيه. انا خلاص تعبت تعبت. الله يقطع الجواز على الستات على كل كليله. امين يا رب العالمين. انت كنت جاي عايز ايه؟ انا كنت جاي طالب اجازه. اجازه ليه ان شاء الله؟ الناس بتاخد لما تتجوز اجازه شهر للعسل، انما انت مطلع عايز اجازه ليه بقى ان شاء الله؟ والله جميل، اعتبره شهر عسل برضو. انا طلقت يا جميل، طلقت. عايز اسبوع واحد اجازه. اسبوع؟ ليه؟ هتعمل فيه ايه؟ اعيط. هتاخد اجازه اسبوع عشان تعيط؟ دموع الفرح يا جميل. دموع الفرح؟ يعني هو في حد يبقى لسه مطلق وياخد اسبوع علشان يعيط؟ ده انت راجل من حقك تحتفل. وانا هحتفل. عيد جوازي انا وانجي فاضل له يومين، هسميه عيد الندم، وهقعد طول اليوم اضرب نفسي بالجزمه. كان لازم اضرب نفسي بالجزمه من زمان. اه يا ابن المحظوظه يا علي. عايز اسبوع صيانه واعاده تاهيل
صيانه دي يا علي؟ لما ارجع من مركز الصيانه هبقى اقول لك صينت ايه يا جميل. ما هو انا اللي حصل لي من شويه. هو ايه اللي حصل لك يا علي؟ سوء استخدام. مامي ممكن؟ لا مامي بقى عايزين نقلب الفيلم ده. قلت مليون مرة لا. خشوا العبوا في اوضتكم. يا مامي الفيلم ده وحش قوي ومخيف. يعني يا مامي بعد ما كنت تتفرجي على افلام رومانسية واغاني الحب دي فجأة تقلبي كده على رايا وسكينة؟ خلاص من النهاردة مفيش رومانسية، من النهاردة رعب وبس. طيب ماشي، شغل لنا فيلم رعب بس يكون اجنبي. مش انتوا ولاد علي؟ يبقى من النهارده مش هتتفرجوا غير على رايا وسكينه. مامي على فكره احنا ما ينفعش اصلا الاطفال اللي قدنا اصلا يتفرجوا على الحاجات دي زي كده. يا سلام، من امتى؟ من امتى يا ابن علي؟ ده انت تاكل العفريت. مامي هما ليه كانوا بيقتلوا الستات؟ عشان هبل يا حبيبتي، عشان هبل. مش فاهمه، مش فاهمه ليه كانوا بيقتلوا الستات؟ كانوا مفروض يقتلوا الرجاله، حتى ساعتها كان كل الستات وقفوا جنبهم واحتمال كانوا يدوهم جايزه نوبل. مامي هما بيقتلوا ليه؟ عشان كانوا يتنيلوا يسرقوا. انت مش فاهمه، كانت هم نيله في قبلهم. ليه ما كانوش بيخطفوا الرجاله عشان يقتلوهم ويخلصونا من شرهم؟ بس من النهارده هيبقى في رايا وسكينه جديده. انا رايا وسكينه. اسمع، انا اجازتي هتخلص النهارده وبعد كده مش فاضي اعمل اي حاجه. خد الورقه دي فيها الطلبات، خلي شعبان يحضرها لك وتطلعها على فوق. وتشوف لي حد ينظف المزبله اللي فوق دي، يا ريت تجيب لي شغاله احسن. كل ده ما منوش مشاكل يا استاذ علي، لكن حكايه الشغاله دي ما تاخذنيش. يعني اشمعنى دي اللي ما اخذكش يعني؟ يا استاذ علي انت دلوقتي راجل عازب، ها، وكفايه ان احنا سايبينك في العماره. ايه؟ ايوه، ازاي اطلع لك بنات الناس؟ يقولوا عليا ايه؟ يقولوا عليك، يقولوا عليك مغاوري. مغاوري؟ طب وايه الغريب في كده؟ طب ما انا مغاوري. انتوا واقفين متهببوا ايه؟ بص بقى، انت تشيل العربيه بتاعك دوت عشان نلاقي مكان لمدام انجي تركن فيه البسكليته بتاعه. ياه، يا ريتني كنت الكرسي بتاع البسكليته. شفتوها وهي راكبه العجله؟ دي شبه اسمها ايه دي؟ اسمها عربي يا خويا. انتوا بتتكلموا عن مين؟ على العجله، على العجله، على العجله. يلا من هنا بقى بدل ما ارتكب فيكوا جريمه. هتعمل ايه يعني؟ انت نرف ليه يا علولي؟ ما تسيب الناس تنبسط. منه لله يا اخي، خرب علينا المود بتاعنا. يعني انتوا مش ناويين تمشوا؟ طب استنى بقى. ايه انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هديكوا بالجزمه. الجزمه دي مقاسها كام؟ 45. لا دي ممكن تاذيني، تاذيني. 45 ليه يا اخويا؟ وانت ديناصور؟ يلا يا وليد يلا. تدريب ايه يا استاذ علي؟ الجورنال مليان صحفيين، ثلاث ارباعهم ما بيشتغلوش، وبفكر اسرحهم، تقول لي تدريب؟ بس البنت اللي بقولك عليها دي شاطره قوي يا جميل. حلوه؟ بقولك شاطره، ايه علاقه الحلاوه بالصحافه؟ لا يا حبيبي، لازم الصحفيه تبقى حلوه علشان تعرف تزغلل العينين اللي بتعمل معاهم احاديث وتاخد منهم الكلام اللي هي عايزاه. يا سلام. طب على كده بقى شغلت انجي وكاميليا ليه؟ دول ايه علاقتهم بالحلاوه؟ لا 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 يا علي، كاميليا كانت حلوه قبل ما تتجوز، انجي بقى احلوت بعد ما اتطلقت. انت عايز تحرق دم يا جميل؟ يا اخي انا بضرب لك مثل. يعني انت موافق ان انا ادرب سما؟ تدرب مين؟ انت كنتش فاكر نفسك منو الجوزيه؟ انا اللي ادربها. ليه؟ انت فاكر نفسك حسن شحاته؟ انا اللي جايبها يبقى انا اللي ادربها. الصحفيين اللي تحت تمرين دول مسؤولية رئيس التحرير، هو اللي يدربهم، انت مجرد صحفي. يا سلام، انت عايزني اجيبها لغاية هنا وانت اللي تدربها؟ انت فاكرني ايه؟ يا سلام، امال ايه، انت جايبها تدربها على الصحافة ولا تدربها على حاجة تانية؟ احنا اقسمنا على ميثاق شرف الصحافة وانت كده بتخالف القسم. يا سلام، وهو انا لازم اوافق انك تدرب الموزز بتوعك في الجورنال بتاعي وانا اللي ابقى ملتزم بميثاق الشرف الصحفي؟ خلاص يا جميل، انا هخليها تتدرب في اكبر جريده قوميه في البلد بعلاقاتي ولا الحوجه لحضرتك. وعلى ايه حضرتك بقى؟
انت خليت فيها حضرتك وبعلاقاتي وتنفعت نفسك اخويا. طبعا النهارده احنا لازم نرحب بالاعضاء الجدد في حزبنا، وعلى راسهم الاستاذه الكبيره والصحفيه العظيمه الاستاذه انجي احمد اللي هتساهم بعقلها وبكتاباتها في رفع اسم حزبنا لاعلى مناصب واعلى اسماء الاحزاب في البلد. في الحقيقه انا بشكرك جدا يا دكتور باسل، وانا سعيده جدا ان انا بنضم لحزبكم الموقر، واتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم. طبعا احنا حزبنا بيهتم بكل قضايا المجتمع، واهم حاجه قضايا الحريات، منها يعني حريه الصحافه، حريه المراه كده يعني. بما ان الحزب اسمه حزب الامانه، فاحنا هدفنا من هنا ورايح هي قضايا التربح واهدار المال العام. احنا هنلاحق المسؤولين المتربحين من مناصبهم، مش بس كده، كمان رجال الاعمال المتهربين من الضرايب، دي اموال الشعب. بالعكس انا عاجبني حماسك جدا، ويا ريت يعني كده تدعمينا بشغلك في الصحافه يعني. انت بتحرجني ولا ايه؟ هو في الحقيقه انا ما بحبش خالص استغل شغلي في الصحافه وادخله يعني في اي حاجه سياسيه، بس انا مش هقدر اتاخر عليكم ولا على الحزب بتاعكم. انا مستعده اعمل كده، لازم البلد كلها تنضم لحزب الامانه، انا معاكم للاخر. متشكرين، انت نورتينا والله. طب يا جماعه احنا كده خلاص المؤتمر ده خلص، ويا رب كده نبقى عند حسن ظنكم، ودلوقتي تتفضلوا على حفلة الغداء. اتفضلوا يا استاذ. بوفيه قوم بسرعة. بوفيه ايه؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا جاية الحق البوفيه، قصدي اغطي الحدث السياسي. ايه يا انجي؟ انت بتضحكي عليا، انا اول مرة اعرف ان انت ليكي في السياسة، بتخبي عليا يا انجي؟ أنا ليا في كل حاجة وأي حاجة إلا موضوع السياسة ده. يا سلام، وأنت إيه اللي جايبك طيب؟ شايفة المز اللي واقف ورايا ده؟ دكتور باسل شاهين اللي كان بيدي المحاضرة، ده زميل الطفولة، هو اللي عزمني. يا بختك يا بنتي يا إنجي، طول عمرك محظوظة. مش ده برضه اللي جالك الجورنال؟ ده الفندق كله بتاعه. أيوة صح، أنت تعرفي عني إن أنا أعرف ناس أقل من كده؟ بس يا بنتي ده شكله معجب بيكي. ايوه هو فعلا معجب بيا، وانا كمان مخبيش عليكي معجبه بيه، بس هو يعني عايز يتقدم لي وانا لسه ما وافقتش. ليه ما وافقتيش يا انجي؟ طب بصي ما تضغطيش على نفسك، لو انت مش عايزاه خليه يتقدم لي انا. مش عايزاه ايه؟ في ايه؟ هو ساندوتش حواوشي؟ انت متجوزه حبيبتي، انت نسيتي ولا ايه؟ حسين هدرايف كلابوش. يا شيخه ما ادريش حسين ايه؟ ده حسين نفسه لو عرف ان باسل شاهين بنفسه عايز يتقدم لي هيطلقني ويديني الفرصه دي. ده مليونير، مليونير يا انجي، ده بيعمل بوفيه كل يوم. يا سلام، والمليونير اللي بيعمل بوفيه كل يوم هيبص لك انت ليه بقى يا اختي؟ ليه بقى؟ ليه الحقد الانثوي اللي فيكي ده يا انجي؟ ايه الحقد اللي جواكي ده؟ ليه وحشه انا بقى ولا وحشه ولا يعني وحشه؟ والله يا قمر، والله يا قمر يا كوكي، بس يا حبيبتي انت عندك عيلين وعندك حسين. حسين ظابط. حسين؟ اه. اقص عليكي يا انجي، انا اتاخرت على البوفيه وانا ما طبختش النهارده، كنت عايزه الحق اجيب حتتين من البوفيه لحسين. لخبطتيني يا انجي، الحق البوفيه بقى. يا معفنه، هتجيبي لجوزك من البوفيه؟ يا ريتني كنت قلتها لك، تجيب حاجه للعيال معايا. انجي مش هتغدى ولا ايه؟ اه طبعا. اتفضلي. ميرسي. التحيه بتاعك ده يا سي علي تبل وتشرب ميته، انا خلاص هتجوز باسل. ما تتجوزيه، يكش حتى تشغليه سواقه عندك، انا مالي. التحقيق بتاعك ده كله كذب في كذب. باسل مش حرامي. لا حرامي، واخد اراضي من الدوله وضع يد، ومتهرب من الضرايب. يا سلام، وايه مصادرك بقى؟ معلش انا ما بقولش على مصادر حد. ايوه بس انا مش اي حد، احنا زملاء. معلش خصوصا كمان زمايلي المنافسين. منافسين؟
انا من نفسنا يا صحفي على ما تفرج؟ وانا لو صحفي على ما تفرج يبقى انت علاقتك بالصحافه زي علاقه الجبنه الرومي بالكنافه بالظبط. انا مش فاهمه انت حاططني انا وباسل في دماغك ليه؟ احنا ملناش اي علاقه ببعض دلوقتي، كل اللي يربطنا ببعض العيال وبس. انا بشوف شغلي. شوف شغلك يا علي بس بعيد عني، واياك تقرب مني. هو انا جيت ناحيتك؟ انت اللي تهجمتي عليا في مكتبي يا مدام، حد سمح لك؟ ما تفوقي بقى. افوق؟ علي انت غيران، غيران والغيره هتاكلك كده. هغير منك ليه؟ هو انا بيني وبينك ايه؟ ياكش هما بس 10 15 سنه نكت في نكت. نكت في نكت؟ ده انت كنت مخليني شبه ام وقوق من كتر ما كنت منكد عليا. الناس كلها بتقولي بقيتي قمر يا انجي وحلويتي كده بعد ما اتطلقتي. بينافقوكي وبعدين تتجوزي تطلقي ده شيء ما يخصنيش. وبالنسبه لباسل بتاعك ده ان شاء الله هيخش السجن على ايدي. تسجن مين يا حبيبي فوق؟ انت اخرك تلعب في الطين. باسل بكره هو اللي هيكذبك ويسجنك بسبب التشهير بيه. يلا يا مجنونه اطلعي بره مكتبي وعلى ما في خيلك اركبيه. حاضر يا علي هطلع، بس عايزه افكرك ان انا برضو هتجوز باسل وهستمر في الحزب بتاعه، وهو هيبقى في حته تانيه خالص وهيقعدك في بيتكم. باي لولو. على فكره انت تخنين شويه. لولا اتجننت فعلا هيبقى في حته تانيه خالص، ان شاء الله هتشوفه في جنينه الحيوانات. ايه القرف اللي هي مجنونه؟ الهاتف الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا او خارج نطاق الخدمه، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. تليفونه مقفول من الصبح وتليفون الحزب محدش بيرد عليه، يا ترى في ايه؟ صدر قرار من النائب العام بحظر النشر في اي كلام في السياسه، ممنوع. ايه ده؟ ازاي ده يا فندم؟ ده مفيش حد في البلد ما بيتكلمش في السياسة دلوقتي، ده احنا عندنا 90 مليون محلل سياسي. الحمد لله الحمد، انا الوحيدة بقى اللي ما بفهمش في السياسة. بعد اذنكم بعد اذنكم معلش، ركزوا اليومين دول، اكتبوا في الفنون، اكتبوا في الكورة. بالنسبة للكورة، بطولة افريقيا هتبدأ خلاص يا استاذ، يا ريت تديني تكليف اغطيها. تغطيها بإيه ان شاء الله؟ اغطي ال انا اقول لحضرتك يا فندم، انا اقول لحضرتك هو هيغطيها ازاي؟ طبعا هيسافر الجابون، فول بورداتو، اوبن بوفيهاته. في ايه يا سامح؟ هو انت بتفهم في الكوره اصلا؟ يا خساره، يا ريتني كنت بفهم في الرياضه. يا سلام، امال بتفهمي في ايه؟ لا ازاي بقى يا استاذ جميل، انا بفهم في حاجات كتير قوي. سمعت اللي حصل يا استاذ جميل؟ خير؟ ايه اللي حصل يا استاذ علي؟ بس الشاهين رئيس حزب الامانه طلع حرامي. كذاب طبعا، باسل بني ادم شريف وعصامي. اهو عصامك ده سرق 5000 فدان من اراضي الدوله. عصامي؟ امال، والنيابه العامه امرت بالتحفظ على كل امواله وممتلكاته. المليون و300 الف دولار كلهم عصامي؟ جميل جميل، بص علي اعمل تحقيق من جديد على الموضوع ده. جميل؟ ايوه روحي امري. لا مش قصدي انت جميل. ايه يا استاذ جميل؟ ده بيقول لك عصامي، دي مصيبة. مصيبة ايه بس يا انجي؟ مصيبة ايه؟ عادي يا حبيبتي ما فيهاش حاجة. انت ليه محسساني يعني ان هو من بقية عيلتك؟ كان هيبقى من بقية عيلتها قبل ما يهرب برا مصر. هرب؟ عصامي؟ صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر، بس ابني اللئيمة خلع بدري، عرف فهم بسبب التحقيق بتاعي. قول كده بقى التحقيق بتاعك. لا يا استاذ، باسل بني ادم شريف، انما غيرتك العاميه هي اللي خلتك تشهر بيه. ايه يا استاذ انجي؟ يشهر بمين؟ بيقول لك صدر قرار من النائب العام بالتحفظ على امواله ومنعه من السفر. عصامي؟ ايوه عصامك. وحل حزب الامانه بتاعه اللي اوراقه مزوره. عصامي؟ انا بقول تستخبي بقى انجي عشان انت ملطوطه في الموضوع ورجلك ممكن تيجي، اصلك عدو عامل في الحزب، ده غير انك انت كنتي هتبقي النائبه بتاعته. رجل مين اللي تيجي في الموضوع يا استاذ؟ ما تلم نفسك. طب انا يا علي فرحان كده ليه؟ انا مش فرحان، انا شمتان. طول عمرك قلبك اسود وحقود. مين ده اللي قلبه اسود وحقود؟ يا بتاعت حزب الامانه المنحله. المنحله هي حصلت؟ هي حصلت تطعن في شرفي؟ يا ابن بديعه بيعت الصابون.
هي حصلت غلطت في اسم امي. يعني كل اللي همك انها غلطت في اسم امك؟ ايوه، انا امي ما اسمهاش بديعه، انا امي اسمها سياده. بديعه احلى فعلا. ايوه فعلا. وبعدين انت ما فكرتش لثانيه واحده هم سموا امك سياده ليه؟ لا ما فكرتش. بقول لك ايه، على راي ام كلثوم انما للصبر حدود. انا لما اتجوزتك ما عرفتش انقي، ولما طلعتك ما عرفتش اربي، بس انا دلوقتي هربيكي. ايه علي ده؟ هي حصلت يا علي؟ حصلت تمد ايدك عليا؟ اصحي يا علي، ازاي تمد ايدك على واحده ست؟ انت مالك انت؟ خليك في حالك، خليك في حالك، خليك في حالك. خلاص. صباح الخير. صباح ال في ايه؟ مالك يا انجي؟ ايه اللي حصل؟ ايه؟ في ايه مالك؟ ما انا زي الفل اهو، ايه المشكلة؟ انا بس قررت ان انا اعيش حياتي بحريتي من غير كيد وغل في علي. انا قررت ان انا اشتغل واشتهر عشان اكسب فلوس واربي ولادي احسن تربية. بلا رجالة بلا هم. بلا رجالة ولا بلا جواز؟ بلاهم الاثنين يا اختي. هما اللي كانوا اتجوزوا عملوا ايه؟ ما جالهمش غير السكر والضغط والقولون والفشة والطحال والمرارة، وفي منهم بيجيلهم بواسير. ايه القرف ده يا انجي؟ اهدي بقى شويه علشان انا عايزاكي في موضوع خطير جدا. خير؟ انا بس عايزاكي في الاول تتملكي اعصابك وتبقي هاديه. تملك اعصابي في ايه يا كاميلا؟ لا مش على طول كده، الموضوع مش سهل يا انجي، لازم تبقي يعني ذات خبره وعقل كده. مش سهل في ايه يا كاميلا؟ وجعتيلي بطني. اهدي بس ان شاء الله خير باذن الله، ربنا يستر بس يا رب. في ايه يا كاميلا؟ اصل بصراحه يعني علي كلم حسين امبارح وكان بيسأله ازاي يقدر ياخد عياله بالقانون. ياخد ايه؟ ياخد عياله؟ هم عياله لوحده؟ ده انا كنت خدت روحه. اسمي حرام عليكي ليه كده؟ انا اسفه، خلاص ما حصلش حاجه. اسمعيني. ايه؟ هبقى اجيب لك واحد تاني، ركزي معايا. ايه؟ انت ليه فضلتي ساكته وسايباني؟ لوك 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 من ساعه ما دخلت، مش كنتش تقولي لي من الاول؟ ما انت داخله متعصبه. اقول لك ايه؟ يعني ما اقول لك كده خبط، لازم مش لازم اخدك واحده واحده، لازم اخدك بالتروي. تروي يا ونيله، دايما اديني زعلت. هعمل ايه انا دلوقتي؟ بصي بقى، احنا ما قدمناش غير حل واحد، استاذ جميل خريج حقوق واكيد بيفهم في القانون وزاد خبره. جميل مين؟ جميل. جميل بتاعنا رئيس التحرير. ايوه. بيفهم في الحقوق؟ اكيد. اذا ما كانش بيفهم في الصحافه هيفهم في الحقوق؟ ايه الخيبه القويه اللي انا فيها دي؟ كاميلا القلوب اتكسرت. يا رب يهدك يا كاميلا. حبيبتي يا كاميلا. ندابه طول عمرك. بقى انا بقبض 40,000 جنيه يا جميل. سوري علي سوري. ما تخافش، هطلعهولك في ايدي حالا. بقى تدي انجي ورقه مكتوب فيها مفردات مرتب 40,000 جنيه، عايز تخرب بيتي يا جميل؟ هجيبهم منين؟ هشتغل رقاصة يا جميل؟ هشتغل رقاصة؟ رقبتي علي رقبتي. ما تخافش، هكسرها لك حالا وحطها لك قدامك على المكتب. علي ايه ده من فضلك؟ كل حاجة وليها حل. الحل اني اموتك. انا هحل لك مشكلة يا علي، بس اصبر. هتحلها ازاي؟ بعد ما خربتها فوق دماغي؟ اي يا علي يا علي، بص انا هروح معاك المحكمة واشهد معاك ان الورق اللي فيها مفردات المرتب دي اللي مكتوبه ب 40,000 جنيه فيها صفرات زياده، يعني انت كل مرتبك 400 جنيه. ايوه 400 جنيه بس، وساعتها ممكن اصعب على القاضي ويخلي انجي هي اللي تدفع لي النفقه. شفت بقى يا علي؟ شفت بقى انا بحل لك مشكلتك ازاي؟ اصيل يا جميل. ايوه يا حبيبي، بس زي ما انا بحل لك مشكلتك انت كمان تحل لي مشكلتي وتخطب ميسون اختي. كده انا ممكن اتحمل النفقه والمؤخر والمقدم وكافه طلبات العماره كلها. ماشي يا اخويا ماشي، روح بقى يا اخويا اتحمل النفقه. وعلى فكره النفقه يا الدفع يا الحبس. هي انسه ميسون بتحب شوكولاته نوعها ايه؟ شوكولاته ايه يا قديم انت؟ هتلاقيها شوكي. ما رديتيش ليه؟ ده علي يا ستي. يا ستي ردي، يمكن في حاجة مهمة، ردي بسرعة. اه صح عندك حق. ردي. ايوه يا علي. اسمعي يا ست انجي، انا محدش هيحرمني من عيالي ولا يمكن هسمح يجي لهم جزء ام غيري. واذا كنت فاكرة ان الورقة اللي عاملها لك جميل دي هتنفعك فانسيها. وبما انك بقى ناوية تلجئي للمحاكم فاشربي بقى. انا هوديكي في داهية. لا في دهيتين ومن غير باي باي. انت
تحيتين ومن غير باي باي علي؟ ايه؟ قالك ايه؟ قالك ايه يا انجي؟ ولا حاجة، بيجر ناعم طبعا، بس مش هو اللي لجأ للمحاكم خليه يشرب بقى. ماشي يا علي، ده انا هوديك في 60 داهية. لا، داهيتين. هو اللي قالك هيوديك في داهيتين؟ حبيبتي لما تقلقيش، لا ده احنا هنوديه في 3-4 ركاب ركاب. هو سهل قوي، وديك في داهيتين ليه؟ هي سابت وقال مفيش باي باي، مفيش. لا دي مش سايبة. يلا، لا انا عايزة الباي باي، ماليش دعوة. شفت يا هانم انانيتك واستهتارك وصلونا لايه؟ انانيتي انا يا بيه مهذب يا بتاع الحريم؟ انا برضو اللي بلبس وهتزوق عشان اعجب الرجاله وناسي عيالي. بقى كده يا علي، انا بتزوق عشان الرجاله وماله، فيها ايه؟ بس ما خنطوني، حرام عليكو انتوا كده يا رجاله، ما حدش منكم عايز يتحمل مسؤوليه ابدا، والاولاد الغلابه هم اللي مظلومين في النص. كفايه بقى، كفايه بقى كده، بتعقدوا الامور مش بتحلوها. العيال كانوا عايشين معاها وما عرفتش تحافظ عليهم، انا هاخدهم منك وغصب عنك يا انجي، وهحرمك منهم. لا يا علي، مش هتعرف تاخدهم مني، واعلى ما في خيرك اركبوا. هتشوف انا هعمل ايه. اقعد اقعد يا اخي، اقعد اقعد. تعالى بس يا اخوانا، مش كده الحياه، الزوج والزوجه حد يشد التاني يرخي. شوفوا انا ورجاء، ايه هي ترخي انا اشد، انا اشد هي تفضل ترخي. سولي ماي، سولي. الله، انتوا لسه ما قمتوش برضو؟ اه يا ياتي، اه انتوا يا ولاد يلا. الله، راحوا فين دول؟ سولي ماي، نهار اسود، بيكون علي عملها، عملها خد العيال. ماشي علي، ماشي علي، حكلك في سنين. اثبت يا علي، متحركش. تمام يا فندم، مفيش حاجه جوه. يعني ايه ما لقيتوش حاجه؟ طب يلا يلا، روح مع صاحبك على البوكس. تمام سيادتك، مفيش حاجه جوه. يلا حصل اخوك على البوكس. خلاص يا حسين، البوكس اتملى. خلاص يا علي، انا اسف يا حبيبي، اسف اسف يا بابا. اسف ايه؟ اسف ايه؟ انا عايزه ولادي منه. ولادك مش موجودين في الشقه، وادينا قلبنا عليهم الشقه اهو. ده انت، ده انا همرمطك. ليه بس يا حسين؟ انا عملت ايه يا حسين؟ مش دي صاحبتك اللي بتوصيني عليها؟ ده انا هلففك الكعب داير على البلاغ الكاذب اللي انت عملته لي ده. يا سلام، انت بتهددني يا حسين؟ انا عايزه ولادي منه، ماليش دعوه. طب اهدي بس يا انجي، يعني هو علي هيخطفهم ليه؟ ايوه، لان هو هددني بنفسه امبارح وقال لي ان هو هياخدهم مني باي طريقه، حتى كانت ساعتها سمير ورجاء موجودين، لو مش مصدقني سالوهم. اسالهم فين دلوقتي؟ بس ما تساليهمش، بس انا بقى عندي الدليل، لان مفيش اي حد يقدر يدخل ويخرج من الشقه دي غير البيه، لان هو اللي معاه المفتاح. حتى انتوا اكيد ما شفتوش اي اثار عنف. ايوه ده حقيقي، ما مراتك طلعت ذكيه قوي اهو علي، اما اللي كنت بتقولي عليها ليه كده؟ طليقتك من فضلك، مش مراته. طب شوفوا الست الذكيه دي بقى ادت المفتاح لمين؟ يا هانم، انت اديتي المفتاح لامي. ايوه دي ست غريبه. وابوكي؟ اه بس ده راجل كومل ومحترم. امه هليش؟ دي اللي مربياني. وهليش اللي ما ترباش؟ بس ابن الست اللي مربياني. ورجاء؟ اعترض بقى على جوجو. وعيالنا مي وسولي. اه تصدق هي دي الغلطه؟ انتوا بتتبرعوا بمفاتيح ولا ايه؟ فاضل مين في مصر معهوش نسخه من المفتاح؟ انا الوحيده اللي في مصر اللي معيش نسخه مفتاح يا انجي. حرام عليكي، ده انا صاحبتك القديم ده انت ما استخسرتيش في عيالي. لا استخسرتي يا بنتي. نسخه مفتاحك هي يا روحي، بس انا نسيت اديها لك. معلش يا روح قلبي، ظلمتك لغايه. صح يا معقوله نسيتي؟ انا قلت برضه حبيبتي بس اوعي تضيعيها. يا روحي ميرسي. بص بقى يا بير، طالما انت جيت هنا بشكل رسمي، انا بقدم برضه بلاغ رسمي في الهانم انها ضيعت عيالي اللي هم في حضانتها. حصل. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم، انتوا لسه هتقدموا بلاغات في بعض. حرام عليكم، حرام عليكم. شوفوا العيال المشرده فين دلوقتي يا حبايبي؟ يا ترى انتوا شبعانين ولا جعانين؟ عطشانين ولا مرتويين؟ بتبيعوا مناديل ولا حافين؟ بردانين ولا متغطين؟ كاميليا
كماليا. العيال يا حبيبتي ما بعملش اللي انت بتعمليه ده. اسكتي يا انجي اسكتي، يا ترى انت في انهي شهر يا سولي يا حبيبي؟ يا سولي يا حبيبي كده اوفر يا كماليا اوفر. ولا انت يا مي بتشدي كلها تحت يعني كوبري كلها في عينك بنتي متربيه. انا رايح ادور على عيالي. خدني معاك يا علي. بس انت طلعتي جدعه يا كماليا، خليتيهم ينزلوا يدوروا على اولادهم بنفسهم. ياسين ايه يا حبيبتي؟ تعرف ان الفيو هنا حلو قوي؟ ما تاخدينا شقه على البحر زي اللي يا حسين. صدقي صح، وحشتنا يا كيمو. لا ما تقولش كده، انا مش وقت عيني يا غالي. ده انا هنفخك. ليه بس يا حسين؟ راح مين المسقعه بتاعتي يا بنت؟ حاضر. تمام يا فندم. انت غطسان جوه كل ده بتعمل ايه؟ يا فندم انا جايب لك الكبيره يا فندم. انا يا فندم بحاسه الشمن العاليه اللي عندي اللي اقوى من الكلب البوليسي توصلت لعلبه الكشري دي اثناء البحث. انا شاكك فيها يا فندم. ليه؟ شاكك تكون حمضانه. وريني كده. انت كيف كشري، كل وقول لي. ده ثانيه واحده بس فندم. لا لازم تشوف. الله ايه ده؟ ده حلو قوي. عجبك؟ حلو جدا. اجيب لك كماله؟ لا ابني الحلو. الحلو؟ نعم. ده انا حرصت لك التلاجه فيها كريم كراميل وام علي وكل حاجه، ناخدها ونعمل ايه؟ بلاغ حلويات عندنا في الايس. اه. ايه اللي في ايدك ده؟ دي ايه ده؟ وده انا نسيت، دي قنبله لقيتها يا فندم. امسك يا فندم. اختر بيتك، طب خد يا دبت المفعله. يا فندم هو انا خبير مفرقعات علي عسكري وانت ظابط؟ البيت ده حياته بالظبط. يا اول ما تنفجر بصوت عالي اصل بتضايق. ده باور بانك يا غبي. بنك ايه يا فندم؟ النهارده السبت البنوك كلها قافله. صدق قال انت يلزمك نسخه من المفتاح. ايوه يا فندم انا عايز نسخه اجي ادور على العيال دي من اول النهار. بس مش مفتاح الشقه. امال مفتاح ايه؟ انت عايز مفتاح انجليزي على نافوخ. لا يا فندم لو في مفتاح عربي ماشي اصل في الانجليزي شويه شويه يعني بزك كده. ضيعتي عيالك يا انجي. انتي السبب. ما عرفتيش تحافظي عليهم. كان كل همك نفسك وبس. ضيعت عيالك يا علي بسبب عندك وتصرعك. رميت المسؤولية من عليك لإنجي لوحدها. رد يا علي رد. أيوة يا حسين. لقيتوهم؟ لقوهم فين؟ لقوهم فين؟ طيب مسافة السكة وهنكون عندكم. لقوهم فين يا علي؟ أنا أعرف كل حاجة هناك. يلا بينا. أي سولي كده يا حبايبي كده تخدوا مامي عليكم بالشكل ده؟ مين كل الليل؟ عليكم على شكل عمي. انت ايه اللي جابك هنا؟ الولاد دول لقيناهم في محطة السوبر جيت وكانوا ناويين يسافروا لجدهم، ولما جبتهم هنا أصروا إن جدهم هو اللي يجي يستلمهم، وبما إني حويت وعارف العك اللي ما بينكم أنا وافقت إن جدهم يجي يستلمهم. والولاد حكوا لي على كل حاجة. لما انتوا مش عارفين تتفاهموا حتى لو كنتوا منفصلين ما تدخلوش الاولاد بينكم. انا ممكن اخدهم يعيشوا معايا واعرف اربيهم كويس زي ما ربيتك يا ست انجي. ايوه جدو احنا عايزين نروح معاك. ايوه احنا مش عايزين نرجع معاهم تاني. ماما أيوة. وبابي مش بيفكروا غير في نفسهم وبس. حقكم عليا، حقكم عليا يا حبايبي. معلش انا اسفه اسفه. خلاص خلاص انا حقكم لكم. عندك حق يا عمي، احنا فعلا انانيين جدا. معلش يا ولاد اوعدكم ان من هنا ورايح مش هيبقى عندنا اهم منكم. ماشي. الظاهر ان انتوا اتعلمتوا الدرس كويس. انا هسافر انام في بيتي، بس مش هطمن الا لما الاولاد يكلموني ويقولوا لي ان انتوا انصلح حالكم فعلا. لا يا بابا انت هتيجي تبات معانا. لا يا ست انجي، انت حباتي في حضن عيالك، ولو احتجت اي حاجه كلميني. وانت يا سعالي وصلهم وبخلي بالك من الاولاد. حاضر يا عم. انت ولاد ها زي ما اتفقنا. حاضر يا جدو. ها اي حد يزعلكم اوعوا تسيبوا البيت، اتصلوا بيا وانا اجي لكم حالا. ماشي. يلا سلام. حبيبي الله يسلمك. باي باي يا جدو. نقفل بقى المحضر. المحضر اللي هانم متهماني فيه؟ ده جدو لسه ما مشيش. انا اسفه يا علي. انا اللي اسف. انا اللي مدبه كل شويه عكه. افهم من كده انكم نويتوا ترجعوا لبعض، يبقى نقفل المحضر. في ايه يا عم انت؟ وانت بتتلكك؟ دي حاجه ودي حاجه. على ايه يا اختي؟ بتتلكي على ايه بلاميله؟ انتوا تاني. خلاص يا انجي علشان خاطر الولاد
انا موافق نرجع نعيش مع بعض تاني، وموافق على اي شروط تقولي عليها. يعني ايه بقى نعيش مع بعض تاني؟ ازاي؟ انا هقول لك ازاي. انتوا في الشهور العد، فينفع تعيشوا مع بعض في شقه واحده بس يكون في بينكم محرم. انا موافق عشان خاطر المحرم، قصدي عشان خاطر الولاد. وانا كمان ما عنديش مانع علشان خاطر الولاد، بس الاول عندي شروط لازم تنفذها. يبقى مش هنقفل المحضر. تمام يا سعاده الباشا. انت ايه اللي جابك يخرب بيتك؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو يا سعاده الباشا. انا يا فندم بحس الامن العالي ادي طرطل للمكان اللي مستخبي فيه ومختفين فيه الاطفال دول. فين يا ترى؟ في الصعيد يا باشا، عند مطاريد الجبل. عند مطاريد الجبل الاطفال دول؟ ايوه يا باشا الاطفال دول. في الجبل عند المطاريد. ها؟ ايوه يا باشا. معلش حضرتك، العيال دول؟ ايوه يا هانم، ده انا شايفهم بعينيا اللي هياكلوا من دول ده. في مطاريد الجبل. في مطاريد الجبل. دول يعني؟ دول يعني. واقفين هنا. هنا دول. اكيد مش دول. لا يا فندم. ده انا هنفخك. ربنا يخليك والله ما له لازمه يعني، احنا بنعمل الواجب اللي علينا. يا بنتي انا مش فاهم حاجه، انت كلمتيني قلت لي ان علي كان تايه، اجي دلوقتي تقولي لي ان علي جاي يخطبك مني تاني؟ ازاي؟ ايه يا بابا في اللي بقوله صعب بس يا حبيبي؟ علي جاي هو وسياده امه علشان يطلبوني من اول وجديد. ايه الصعب في كده فعلا يا جد؟ يا حبيبتي الصعب دلوقتي انا عايز افهم، اتفق معاهم على ايه؟ ها؟ شبكه كام؟ مهر ازاي؟ ده ليه؟ ده ليه؟ عايز اعرف اتكلم في ايه؟ ايه كل ده يا جد؟ وش حال انها كانت متطلقه قبل كده؟ مش حضرتك عارف الست المتطلقه عندنا في بلدنا بيسموها الست المعيوبه؟ اخص عليك يا سولي، بتقول عليا انا كده انا معيوبه؟ لا سوري. طب انا كده عرفت ان انا مش هطلب منهم حاجه خالص. يا جماعه انتوا بتعقدوا الموضوع ليه؟ احنا عايزين نسطرهم ونخلص. مش هو حبي المره دي، وبعد كده ان شاء الله الطلاق اللي جاي اعملوا اللي انتوا عايزينه، شروطه براحتكم. ايه تنتون وتنتن اللي انا قاعده بينهم دول؟ لو ما بطلتوش تتكلموا بالطريقه دي هدخلكم اوضتكم. لا خلاص الا الاوضه. انا فهمت دلوقتي، انا احسن حاجه مش هفتح بقي وانت بتكلمي بقول اللي انت عايزاه. اخص عليك يا بابا، معقوله تقول كده؟ ده انت الخير والبركه، ما اقدرش اتكلم وانت قاعد. عرفتي طول عمرك تفهمي في الاصول، انا فعلا ربيت. ربنا يخليك ليا يا رب. الباب بيخبط، قوم يلا قوم افتح. العريس جه، العريس جه. زغروت يا مصولي. ما بعرفش ازغرب. يو زغروت يا مي. يعني مصولي ما عرفتش انا هعرف. زغروت يا جد. يا احمد احترم نفسك. يو ما حدش عارف زغرت خالص. طيب بس لحظه ليه؟ افتكرونا مدلوقين. قوم افتح. العريس يلا. الولاد مبسوطين قوي. بابا بابي وحشتوني قوي. وحشتوني قوي يا ولاد. اوعى تسيبنا تاني يا بابي. لا يمكن حاسبكوا تاني ابدا. ايه يا ولاد؟ هي انا ما وحشتكوش ولا ايه؟ مش تسلموا عليا؟ وحشتينا طبعا يا بيبي. لازم يعني بابي ومامي يطلعوا عشان نشوفك انت ايه؟ مش بتيجي غير في المصايب. سولي عيب كده، اتفضلوا على اوضكم. يوه بابي بقول لك ايه، بلاش الحاجات اللي ها كده وكده. ها انت فاهمني، احنا بنتين اشرف من الشرف. يلا امشي. ازيك يا علي؟ ازيك يا انجي؟ وحشتيني قوي قوي قوي. بس انا زعلان منك يا انجي، كده ترزعي كاميليا علقه وتخرشميها وتضيعي علينا العزومه. طول عمرك تفس يا لولو، اعمل ايه بقى؟ استفزتني بس. ولا يكون في بالك، هعمل لك عزومه احلى منها بكتير بايديا دول. ايه ده بقى؟ ان شاء الله هتقفوا تسبلوا لبعض وتسيبونا واقفين كده؟ لا طبعا، اتفضلي. شكرا. ازيك يا عمي؟ اهلا يا علي. وبعدين ايه يا اخويا داخل علينا طويل طويل، ايد ورا وايد قدام؟ معلش اصل ماما استعجلتني. ازيك يا ست سياده؟ اهلا بيك يا ابو انجي. يوه تصدقي نسيت اسلم عليكي. وانا كمان نسيت اسلم عليكي يا تونت. تونت؟ بس الحقيقه بقى انا مش عارفه اقول لك ايه. اقول لك ازيك يا طليقه ابني ولا ازيك يا مرات ابني؟ لا حضرتك ما تقلقيش نفسك خالص، ممكن تقولي لي ازيك يا عروسه او يا انوش. اوش. طيب ندخل في الموضوع بقى يا عمي. الحقيقه انا كنت جاي لك انا وماما علشان نطلب منك ايد بنتك ومراتي انجي. اخص عليك يا علي،
ما تكسفنيش بقى. ما تقومي يا عمي وتقعدني جنبها. مش لما نتفق الاول؟ نعم، نتفق على ايه؟ ما هو انت عارفه يا ست السياده ان بنات اليومين دول بيبقى لهم طلبات وشروط وحاجات ومحتاجات ولازم كل واحده. علشان كده انا اللي هتكلم عشان من حقي. ما ينفعش اتكلم وانت موجود يا بابا، عرفت ربي فعلا. بص يا علي بقى، انا موافقه ان انا ارجع لك ونتجوز ونعيش في بيت واحد تاني، بس ليا شروط. شروط ايه تاني يا انجي؟ ما بلاش السكه دي بقى. ايه يا علي، هتختفي تاني وتقلقني عليك علشان طلب صغنطوط قد كده اهو؟ قد ايه؟ قد كده اهو. وحياتك لو قد كده اهو انت تؤمري. بص يا علي، بيحصل ايه قبل الخطوبه؟ بيحصل طلاق. لا مش في حالتنا احنا، في الحالات الطبيعيه بيحصل ايه؟ بيحصل حاجات كتير. لا بيحصل معاكسه يا علي، وانا بصراحه عايزك تعكسني. عكسك؟ لا يا انجي لا، كده اوفر، طلبك مرفوض. اخصى عليك يا علي، ده اخر طلب هطلبه منك وبعد كده هنتجوز على طول. وليه يا حبيبتي؟ ما تطلبي فترة خطوبة عشان تتعرفوا على بعض. هو بالمرة كون نفسي. اخصى عليك يا علي، ده اخر طلب هطلبه منك. لو بجد عايزني ابقى مبسوطة حقق لي الطلب ده. انا عايزة احس ان انا ببدأ معاك حياتي من جديد، احس بكل تفاصيل الخطوبه. عكسك لا، لا يمكن ابدا، ما تطلعش مني. انا شفت كتير وقليل، انما الشاسيه ده ما وردش عليا ابدا. لا يا علي من فضلك، انا طلبت منك تعكسني بس من غير قله ادب. حاضر. طب ايه القسه توك ده اللي ماشي توك ده؟ ايه ورد الجناين ده اللي يصحي النايم ده؟ ايه الدم السم ده اللي يثير اعصابي ده؟ ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ مش عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده؟ كلمني فهمني. كلمني، كلم كلم. كلمني فهمني، فهم فهم فهمني. لو سمحت من فضلك كفايه لحد كده، سترو لم نفسك. طب ما تيجي نتلم في عربيه احسن، ده انا بقالي 3 ساعات بعاكس فيك. ايه نتلم في عربيه دي يا استاذ؟ من فضلك كفايه لحد كده. ايه ده؟ انتوا مين؟ احنا شباب ضد التحرش. لا لا لا، انتوا فاهمين غلط، دي مراتي. لا 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 حضرتك، انا مش مراته، ده بقاله 3 ساعات ماشي ورايا بيعاكسني. لا يا فندم، الموضوع بس انتوا، دي مراتي وهنتجوز بالليل النهارده. يعني هو احنا كل واحد مسكه وليه الكلمتين دول؟ انتوا لازم تتعدموا عشان تبطلوا تحرش. يا بيه بس انت فاهم غلط. تعالى معانا. هتحرش بيك ايه يا وليا؟ ده انا جايب منك حيلين. يلا هلا يا انجي. انا مش متحرش، انا مش متحرش يا انجي. انا راجل محترم، انا راجل محترم، انا متحرش، انا متحرش يا سمير، انا متحرش. انا مش فاهم انت مستعجل على ايه؟ ما انت هتتجوزها النهارده، يعني هتتحرش هتتحرش. ايه اللي طلبت منك انك تتحرش بيها؟ لا يا سيدي، طلبت ان انا اعكسها. قال الوليه مجنونه فاكره نفسها لسه في ثانوي. انما هي طلبت فعلا انك تتحرش بيها. ايوه يا سمير، بقول يا سمير امسح بقى، انا مش طايق نفسي ولا طايق الوليه دي وبفكر افشكل الجوازه. لا 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 لا، حته تحريشه هتخليك تفشكل الجوازه. استنى بس، بس لازم محلول فيسيسكوف احط الاول. محلول ايه؟ فيسيسكوف. هو ده بيشيل البنت؟ بيشيل التحرش على طول. الله يخليك. بس هي طلبت صحيح منك ولا انت؟ بقول لك طلبت اعاكسها يا سمير. انت ايه المايل اللي انت حاطه ده؟ شوف في صف الصاروخ ده. انا متحرش. قال اكيد طلبت ولا؟ بس اللون يجنن عليك، اللون الفسكوفي ده عليك يجنن فعلا كده، بقيت متحرش. مرسي قوي ان عجبك يا سمير. اتشالت البتاعه دي ولا لسه؟ لسه صديقي متحرش. لا لا لا. حاسس بايه؟ احسن يبقى احكي لي بقى هتتحرش ازاي. وانت بسيبني في حاله يا سمير، منك لله يا انجي. جوزها غبرة. لولا اني اتنزلت عن المحضر بعد ما حسين قعد يتحايل عليا، كان زمان علي بقى مسجل خطر.
بس كنت لازم أخد حقي منه بعد لما اختفى ودوخني عليه 7 دخات. بقولك إيه بقى؟ كفاية شروط وطلبات ومشيها بقى. مش عارفة يا جوجو، هشوف. هنشوف يعني إيه؟ بقولك إيه؟ ها؟ هقرصك من لبنيبك. لا لبنيبي لا يا جوجو. جوجو أنت مش عارفة أنا سعيدة قد إيه إن علي رجع لبيته ولولاده، فرحانة قوي. الله ربنا يسعدكم يا رب. تعرفي حاجة يا جوجو؟ أنا فرحانة المرة دي أكتر من فرحي الأولاني. ليه؟ مش عارفة أهو فرحانة. يا حبيبتي أنا كمان فرحانة جدا. فين العروسة بقى؟ أنا عايزة أشوف العروسة. بصي يا روحي. لا روحي حبيبتي. أنا أهو يا حبيبتي. مش أنا أهي. أنا أهو. يا عينيا. لا بلاش عينيكي. مبروك والقمر. والله العظيم أنا أهو يا كاميليا. يا حبيبتي زي القمر. بسم الله ما شاء الله. حقك عليا. ما شاء الله. اتفضلوا بقى نحضر الفرح. يلا يا حبيبتي. يلا. فين الحلب وفين بس؟ يلا يا كاميليا يا حبيبتي. سيبيها طلعي بتبقى تحصلنا. حصلينا يا كاميليا. شيلني. نعم شيلني يا علي. طول عمري نفسي ليلة تخلتي جوزي يشيلني. ما أنا حبيبتي شلتك من 13 سنة لما اتجوزنا. خلاص لا يا علي ما شلتنيش. أنت ساعتها قلتلي عندي اللومباجو يا إنجي. وإيه اللي اتغير؟ ما هو أنا علي واللومباجو أهو. لا بقى يا علي أنت بتستهبل. وما كانش عندك لومباجو ولا عندك لومباجو دلوقتي. خسارة فيا يا علي. لا هو خساره ليا. قصدي انا حالي مهدود يا انجي. يا سلام. امال فين العضلات اللي كنت عاملها؟ راحت فين؟ دي كانت سيليكون وفست كده يا علي. يعني مش عايز تحقق لي حلمي؟ لا حبيبتي ما عاش ولا كان. قوينا يا رب. يلا يا علي يلا. يا عدوي. برافو يا لولو. لف بيا بقى. نعم الف بيكي فين؟ لف بيا الاوضه. ليه؟ نفسي ادوخ في ايدك يا علي. وانا ذنبي ايه دوخيني معاكي؟ في ايديك اوعى تهدك بال. في ايديك اوعى وعليك صبر وطولة بال وعينيك حلوة. يا جنبي. يا ظهري. اخس عليك يا علي. ايه انت بترمي شوال بطاطس؟ معلش يا حبيبتي ما قصدتش. حصل خير يا علي. بس فين الحنية بتاعت زمان يا علي؟ فين؟ موجودة. ايه ده يا علي؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه بغير هدومي يا حبيبتي فيها ايه يعني؟ لا يا حبيبي رأي شعوري انا بتكسف. نو لولا يا جنينة الظاهر ولا ايه؟ فاكرة نفسها عروسة بجد؟ هما الرجالة كده. طول ما الست مش في ايديهم الرومانسية تخر منهم، ولما الست تكون في ايديهم ما يخرج منهم غير القرف والجليطة. ده انا قلت لما هلبس له فستان الفرح من تاني وارجع رومانسية هيرجع رومانسي هو كمان. قالوا لي لما تدلعيه هيدلعك يا انشي.
اديني دلعته وغنت له، شلني ورماني كسر عظمي. اه يا عظمي، مفيش فايده فيك يا علي، مفيش فايده. انجي انجي، خلصتي؟ ايه يا علي، معقوله لحقت وحشتك؟ استنى شويه، مش كده؟ طب اطلعي بسرعه عشان مزنوقه يا انجي. مزنوق؟ لا يا علي، لسه ما غيرتش هدومي. طب اداري في اي حته عشان هعملها على روحي. حاضر يا علي، امسك نفسك، مش عايزه امسح النهارده. خلاص يا انجي، خليكي. والله لولا العيال والعشرة اللي بينا يا علي، ما كنت أرجع للعيشة دي لحظة. يا مامي، ده انت ناقص تشفطني بمناخيرك. بيباركولي على ايه؟ يجوا يشوفوا الحفلة اللي انا فيها؟ علي فرحان باللحمية، عامل حفلة بمناخير. ده يا حبيبتي، مش قلتلك نقفل الموبايل واحنا نايمين؟ برد على صحابي يا حبيبي، بيباركولي. لا حول ولا قوة إلا بالله، بيباركولك على ايه دول كمان؟ خليهم يناموا بقى، ربنا يشفيهم. ايه يا علي، فرحانين بيا وبيباركولي على الجواز، عايزيني مبسوطة. ما أنا كمان بحبك حبيبتي وعايزك مبسوطة. تحبني إيه بس يا علي؟ بتحبني إيه وأنت نايم كده وسايبني؟ أنا نايم وقلبي معاك يا حبيبتي، وبعدين على فكرة أنا مش جايلي نوم، يعني أنا نايم صاحي. نهارك أسود يا علي، نايم صاحي؟ كل ده ونايم صاحي؟ أمال كنت نايم نايم كنت عملت إيه؟ فيها يا علي، ده أنت مناخيرك مخرومة. انت بتتريقي ايه؟ مين فينا مناخيره مش مخرومه؟ بقول لك ايه يا علي، انا مش جاي لي نوم، احكي لي حدوته. ايه شغل العيال ده؟ ايه اللي احكي لي حدوته؟ انت كنت زمان زي القطه، تحطي راسك على المخده تروحي في النوم على طول. ايوه، اعمل ايه بقى يا علي؟ القطه تهدد منك انت وعيالك. ياه، لازمته ايه النكد ده بس يا حبيبتي؟ ده النهارده ليله دخلتنا التانيه. دخلتي ايه بس يا علي؟ دخلتي ايه وانت سايبني ومديها شخير؟ اقعد معايا يا علي. فاكر يا علي، فاكر ليلة دخلتنا بجد كانت عاملة ازاي؟ فاكر يا علي؟ فاكر شعر العسل بتاعنا؟ ياه، ما كنتش بترضى تنام غير لما نام انا الاول. علي، علي، علي. ايه ده؟ انت هتفضلي قاعده وموخمه كده طول اليوم؟ في حماتي، بس انا مش موخمه ولا حاجه، ما انا نشيطه اهو، بلعب حرنكش. مامي تعالي العبي معانا كوره. دي بتتريق يا سوني. انا تعبانه وقرفانه، والنبي بعده وسيبوني في حالي. مامي انت بتاكلي ايه؟ تاكل حرنكش. ده دلع بقى. بقول لك ايه، ده انا طبخت وخلصت تنظيف الشقه وانت لسه قاعده مطرحك. والله مش بتدلع ولا حاجه، مش عارفه، حاسه بقرف. قرف؟ ومين اللي قرفك بقى؟ في حد قرفك؟ نكلم لك دكتور سمير. طيب يا مامي. لا يا حبيبتي، ما تتعبيهوش. امال عايزه ايه؟ مش عارفة، نفسي في حاجة حرشة كده، نفسي في رنجة. نعم، رنجة. تكونيش بتتوحمي يا انجي؟ لا، الشر برا وبعيد. لا، وحم ايه؟ يعني ايه وحم؟
يعني مامي في بطنها بيبي؟ لا مفيش بيبي. لا وحم وقرف يبقى اكيد في بيبي يا انجي. لا ما فيهاش بيبي يا حماتي، ما فيهاش بيبي. لا فيها بيبي، فيها بيبي، فيها بيبي، فيها بيبي. ولد. يا رب. بنت. يا رب. ولد. يا رب. بنت. ما تبس بقى يا ابني، خيلتنا. اقعد بقى وتهد. الله جننت العيال. قلقان قوي يا ماما. قلقان على ايه؟ ده مجرد تست حمل. امال لو كانت بتولد كنت عملت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولد. يا رب. بنت. يا رب. يا رب، هي العيله الهبله دي مش هتخلص ولا ايه؟ ولد. يا رب. بنت. يا رب. يخرب بيت الهبل. ها طمنيني، سبع مش كده؟ لا للاسف يا علي، طلع كتكوت. تيست بوزيتيف. للاسف؟ ده بدل ما تفرحي وتزغرتي. ألف مبروك يا حبيبي، يتربى في عزك يا غالي. هو كده صح، أنا قلت سولي لازم يتخاوى. هو أصلاً مخاوي من غير حاجة. إيه ده؟ يعني البيبي هيبقى ولد؟ أيوة يا حبيبي، إن شاء الله هيبقى لك أخ. وليه ما تبقاش أخت؟ أنا عايزة بنت. يا سلام، كل واحد عمال يختار. أنا لا عايزة لا أخ ولا أخت، أنا مش عايزة حاجة أصلاً. تفي من بقك يا إنجي. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ولد، ولد يا رب. بابي، هي مامي هتجيب البيبي ده منين؟ اتفضل بقى جاوب. الموضوع ده اتهرس في افلام كتير قبل. بص يا حبيبي، هو اصل انا سالت نفس السؤال ده لننتك زمان، وهي الحقيقه لسه ما جاوبتنيش لغايه دلوقتي، فهي هتقول لك بقى. اتفضلي قولي له. اقول له ايه؟ هو انا خلفت بعدك يعني؟ انا مش عرفني، اشرح له انت. طب خلاص، ما دي فرصه، قولوا لنا انتوا الاثنين دلوقتي. قولوا صحيح. عايزين نعرف. ها ازاي؟ قول يا بابا ما تتكسفش، انا زي ابنك برضه. امشي هاتخد اختك وامشي، خش جوه، يلا يلا. من غير ما تتنرفز، بس احنا اصلا فاهمين كل حاجه، ربنا يسهلك يا عم. اي يا بابا، احنا فاهمين كل حاجه، الله يسهلك يا عم. الله يسهلك انت كمان يا ماما. شيبت، ادخلوا جوه على اوضتكم، قله الادب دي. لا ربيتي الاولاد. ما شاء الله عليك، انت كنت فين؟ عايزين تشرحوا لهم، ده هم يشرحوا البلد. بقول لك يا إلهي لا يسيئك، كفاية إن أمك عرفت، بلاش تقول أي حد، هنتفضح. يا ريت يا علي ما تقولش لحد عشان الفضيحة. فضيحة إيه؟ وأنا شقتك من جامعة الدول العربية؟ ده أنت مراتي على فكرة، واللي في بطنك ده مجهودي الشخصي. ها؟ في إيديك قوة تهد جبال، في إيديك قوة. يا سلام، فرحان قوي بنفسك، هو ده اللي أنت شاطر فيه تغني. انما انت مش حاسس بالمصيبه اللي انا فيها. ما يا حبيبتي، ما لو دي مصيبه دي تبقى احلى مصيبه في الدنيا. يا سلام. معلش يا علي، عشان خاطري، عشان خاطري. كفايه سيوده حبيبتي عرفت. ها، مفيش داعي حد تاني يعرف والنبي. حاضر، اوعدني يا علي. اوعدك حبيبتي، مفيش حد هيعرف خالص. انا واثقه فيك، سرك في بير. البيت شكله حلو قوي. ايه ده، عيد ميلاد مين؟ الحظ خلاني انسى. عيد ميلاد مين؟ علي؟ لا، علي عيد ميلاده مع عيد ام عمال. طب مي؟ لا، بيجي في الشتاء، وصالي بعديها باسبوع. هي سياده حماتي طبعا، امه، فصرف بالونات ماشي علي، انما انا ما تعبرنيش. سيربرايز. ايه ده؟ ايه كل ده؟
بمناسبة إيه؟ بابي قرر يعمل حفلة للبيبي الجديد. بجد يا علي؟ بجد ولا أنت بتقول لهم كده بس وعايز تخضني عشان البيبي ينزل؟ بجد بجد يا علي؟ يعني أنت بجد مبسوط بالبيبي وعامل كل ده علشاني أنا وهو؟ طبعا يا حبيبتي، ما أنت عارفاني بيس. وأنا يا مامي قلت لبابي إن أنا عايزة البيبي بنت. وأنا قلت لبابي كمان إن أنا عايزة البيبي بنت. يا ولاد كل اللي ربنا يجيبه كويس يا رب، إن شاء الله ولد يا رب. أنا بقى عايز توأم، ولد وبنت. عايز الولد شباك وعايز البنت برضو شباك. إيه ده يا علي؟ ما أقدرش على اتنين صحتي. وبعدين أنت هتجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما أنت عارفاني فيس. وبعدين أنت نسيتي ولا إيه؟ في إيديك قوة تهد جبال، في إيديك قوة. وعليك صبر وطولة بال وعينك حلوة. مقدرش ما أحبكش وحياتك مقدرش. بقول لك ايه يا علي، انا نفسي في جميز. عايزه رنجة. انت حامل يا ماما؟ طب الست بتتوحم، يعني انت عايزه رنجة ليه يعني؟ نفسي فيها، فيها حاجه دي طفصه. طب بجد يا علي انا عايزه جميز لحسن تطلع في راس البيبي جميزه. حبكه جميز يعني انجي؟ وبعدين انا عمري ما اكلته قبل كده، شوفي لك حاجه تانية. طيب بلاش يا علي جميز، شيلني. شيلني يا علي ولف بيا الشقه. عايزه كم كيلو جميز يا انجي؟ علي شطلة. لما الولادة القيصرية بالسعر ده يبقى الولادة الطبيعي أحسن. ما أنت سمعت يا علي الدكتورة قالت ما ينفعش أولاد طبيعي. ما ينفعش ليه؟ ما أنت أمك ولدتك طبيعي وأنا أمي ولدتني طبيعي وعن طريق داية. الله، يبقى إيه المشكلة؟ يعني ايه يا علي ايه المشكله؟ ده زمن غير الزمن يا حبيبي. وبعدين الدكتوره قالت الولاده الطبيعي فيها خطر على صحتي، والولاده القيصري فيها خطر على محفظتي. وبعدين الدكتوره دي عايزه تعمل مصلحه على فكره، وانا قلت لك من الاول ما تنفعش. وبعدين يا علي ما انت اللي ما رضيتش من الاول ان انا تابع مع دكتور سمير، كان زمانك وفرت قد كده. انت عايزه اللي يتابع حمل مراتي وولادتها يبقى راجل؟ ده لا يمكن يحصل ابدا، ده مجرد التفكير في الموضوع ده بيخلي دمي يفور. في ايه يا علي؟ بعدين ده دكتور سمير قد ابويا، لا حقيقه في الطب يا علي بقى. بصي اسر الكلام يا انجي، عايزه تولدي قيصري وتعملي زي الموضه اللي بتحصل اليومين دول، يبقى تعمليها على حسابك. يا سلام، حسابي ايه يا علي؟ وموضه ايه اللي انت بتقولها دي؟ دول هيفتحوا بطني يعني، هشوه جبالي عشان اخلف عيالك. لا ما عيالي لوحدي. لا مش عيالك لوحدك يا علي، عيالي انا كمان، بس انا اللي بتعب وبتبهدل وبتعذب فيهم وبولادهم لوحدي. على فكره الولاده دي حاجه سهله جدا، والستات هم اللي بيتدلعوا. يا سلام، حاجه سهله جدا والستات هم اللي بيتدلعوا؟ ده انت لما بيطلع لك قل في صباع رجلك الصغير بتتنطط كده زي فرقع لوز ما بتعرفش تنام طول الليل. تخيل بقى لو القل ده في بطنك واتنين او ثلاثه كيلو، كنت عملت ايه؟ اسر الكلام يا انجي، انت حامل في ابني، هتولديه طبيعي، هتولديه قيصري، هتحمليه من على النت؟ دي مشكلتك لوحدك. يا ريت يا علي اعرف احمله من على النت، على الاقل كنت اترحمت من النفخه دي.
حتى لو هتحمليه من على النت هدفعك برضو الاشتراك. يا نتين مش قادرة احكيلك. علي مش حاسس بيا خالص، ولا حاسس ان انا بقيت في اخر شهور الحمل، ولا حاسس ان انا تعبانة خالص. يا حبيبتي يا انجي لازم تحسسيه انك انت تعبانة قوي قوي قوي. حسسه ازاي بس يا جوبو؟ اكتر من كده يعني بطني 10 متر قدامي وبعدين باخد نفسي بالعافية وبحس ان انا روحي هتطلع. ده غير بقى مخبيش عليك يعني انتي مش غريبة، يعني صوت شخير يوصل للشارع اللي بعدينا. شخير؟ هو انت اللي بتشخري طول الليل؟ وانا معقولة ظلمت علي واقول ماله بيشخر بالطريقة البشعة دي؟ ايه يا جوجو انتي هتقطميني؟ بعدين انا شايلة بيبي جوايا، بعدين 2 in 1 هعمل ايه يعني؟ هو لازم بصراحة يحس بيا من غير ما اشتكي. يا حبيبتي الرجال لا بتحمل ولا بتولد، عايزاهم بس يحسوا ازاي؟ مش بيحسوا بأي حاجة بصراحة. قال علي بيقول لي الحمل والولادة أسهل حاجة في الدنيا. يا سلام. بصي يا حبيبتي أنا من تجربتي الشخصية ولو إني يعني للأسف لا حملت ولا ولدت وفي شكوى لغير الله ما زال، لو أنت عارفة أنكلك سمير يعني، لكن أنا عارفة إن لا يمكن أبداً الرجال يحسوا بمعاناة المرأة في الحمل والولادة. لا هما الرجالة ما بيحسوش بمعاناة المرأة في الحمل والولادة، بس مش بيحسوا بأي معاناة يعني، لا حلاوة ولا فتلة ولا، بصي من الآخر الرجالة ما بيحسوش خالص. بصي بقى أنا قريت عن حاجة حلوة قوي قوي قوي، في اختراع اخترعته واحدة صينية من الصين. واحدة صينية من الصين؟ سبحان الله. أيوة أيوة أيوة. الاختراع ده يا ستي بيخلي، هو اسمه محاكاة التلق والولادة صيني. محاكاة التلك والولادة بالصيني. معلش بيعمل ايه الجهاز ده؟ الجهاز ده يوضع على بطن الرجل. وحين يوضع على بطن الرجل يحس فجأة بكل التكلسات وكل الرغبة في الترجيعات، كل الأحاسيس التي تحسها المرأة يحسها الرجل. الله حلو قوي الناشونال جيوغرافيك ده، حلو قوي حلو. طب احنا عايزين الجهاز ده، يا ريت يجي مصر، انا نفسي حالي يجربه، نفسي نفسي يعض في الارض من الوجع كده، يعض في الارض. اصل الحقيقه يعني الجهاز اللي اخترعته الصينيه اللي بالصين لسه هناك في الصين وبتجربه على كل الرجاله الصينيين اللي هناك، وانت عارفه تعدادهم قد ايه. العمر الطويل ليكي بقى. وبعدين بعدين يا جوجو طب ما تتصرفي، ايه رايك تقولي الانكل سمير يبعت يجيب لنا واحد؟ ايه مبسوط؟ مبسوط ها؟ ده بيزغزغ يا سمير. في الاول بس بيزغزغ، انا بعد كده هيبسطك قوي عشان الليفل ايه؟ انت 6 في 36 ب 4 في 12 اس 2 كب يد 2 اه كده. لا لا سمير سمير ده بيضحك لي منه 2. ليه؟ والله بيضحك قوي. بيضحك في الاول بس. سمير حبيبي حبيبي ده بتاع الصينيين، اوكي؟ الصينيين دول قد كده، انما انا علي علي قد كده بس. خد بقى ايه اللي ازيد بقى. ها؟ بيتنفخ اكتر؟ احسى بقى. شفت الوجع سمير؟ شفت الوجع؟ شد حيلك يا علي يا حبيبي، انا عايزه توأم. ها ولد وبنت توأم؟ دي مؤامره بقى. مؤامره عشان ما تبقاش تتعمر تاني. وانا اتعمرت عليك فيها يا انجي؟ ايوه اتعمرت. مش بتقولي الحمل والولاده دول اسهل حاجه في الدنيا؟ انت بتدلعي يا انجي. انا حملت 3 مرات وخلفت مرتين، ما صرختش ربع الصريخ اللي صرخته. عليا الطلاق، ما هخليكي تحملي تاني. انجي دبت. فكني بقى فكني بقى عشان خاطر الفرق الواحد. انا عندي عيال عايز اربيها. اصلا عرفت ازاي شغاله؟ ما قالوليش ازاي اعرف ابطله. لا شهيد بس خدي نفس.
شهيق معلش اهدي يا حبيبي اهدي ريحي نفسك بس خلي نفسك مرتاح شهيق زفير ها زفير شهيق ايوه احزائي احزائي تحزقي الحزق مش هنا والله بيغيروا ها اعمل كده ايوه ايوه ها ايوه اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك اسمع كلام ستك ام ابوك اسمع كلام ستك ام ابوك كمان ما تسمعش كلام جدك وانا هنا وانا اسمع كلام جوجو كمان يا بنت ما تسمعش كلام دكتور سمير ما تسمعش كلام حد يلا اسمع كلام هبه وانا هنا وانا وانا اوعى تسمع كلام شعبان مين يا بقى خلاص انا اسمع كلام قبلتك كمان حبايب انا وانا كمان بحبكوا قوي ده انتوا احلى حاجه في دنيتي انت كمان لنا بقيه الحكايه ولا الحكايه خلصت خلاص يا خبر ابيض لا طبعا الحكايات ما خلصتش حكايات انا عمرها ما بتخلص ابدا عندي حكايات كتيره قوي لحد ما شرفت دنيتي يا حبايب انا